الوقت عندنا 7:45 وقيد ثاني حواراتنا الانترفيو دو كلوب. الانترفيو دو كلوب ضيفنا في ثاني حواراتنا في الانترفيو دو كلوب فوزي الدعاس الناشط السياسي. فوزي مرحبا بك. بك عشك. شكرا لك على قبول الدعوة. فوزي نبدأ معك مباشرة، مازال برشا باش نخطو للحيط. الحيط اللي المعارضة اليوم لرئاسة الجمهورية تحكي عليه ديما ليلا نهارا، وتحكي على انه رئيس الجمهورية باش يدخلنا فيه، مازلنا برشا حسب رأيك على الحيط هذا ولا قرب ولا مش موجود؟ نتصور قبل 25 جويلية كنا باش ندخلوا في الحيط، وتوا معنا قاعدين ناخذوا في خطوات باهية باش نبعدوا عليه. يعني قراءة مخالفة تماما للقراءة نتاع جل الطيف السياسي الموجود على الساحة السياسية اليوم في تونس. ولي الحق في ذلك، وقراءتي كانت مختلفة على قراءتهم من 2011 مش من اليوم. أنا والعديد من الناشطين وحركة التاريخ أثبتت أنه قراءتنا هي اللي كانت صحيحة، واللي هما اللي كانوا بالفعل هزينا للحيط، وهما اللي عملوا ديتورنمون في علاقة بحلمنا الثوري وبحركنا الثوري نتيجة خياراتهم من 2011 مش من اليوم. باهي، نبدأ نترك معك علاش ربما باش نعطيك النقاط اللي يبنيوا عليهم في السردية نتاعهم الكونستا هذايا. في 25 جويلية كان جزء من الرأي العام متفائل بما سيحصل وبالتغيير اللي باش يعمله الرئيس، لكن بعد 7 أشهر ولحد الآن الأزمة السياسية تفاقمت، والرئيس خسر العديد من المساندين من الطيف السياسي ولا حتى من المواطنين، بأننا نحكيو على شعبية في انحدار متواصل منذ أشهر. أليست هذه بوادر فشل في إدارة الدولة على الأقل على مستوى الحوار اللي برشا يعتبروه ضروري للحكم؟ واللي طرحته أنت توا في بعدين اثنين، البعد الأول اللي هو بعد الطيف السياسي واللي أيوة. أنا حكيت عليه من بكري، اللي أنا يعني كانت عندي كما حكيت قراءة مختلفة عن القراءة اللي كانوا يتبنوها هما. أنا نتصور يعني اليوم اللي هما كانوا يستنوا في 25 جويلية محطة أخرى من المحطات اللي تكون يعني مبنية على ذات الخيارات اللي هما تبنوها من 2011 واللي هي قائمة على مبدأ الحوارات المغلوطة والمغشوشة وما إلى ذلك. لكن تفاجئوا اللي اليوم فما مسار جديد برؤى جديدة بتصورات جديدة، فهذا يمكن اللي خلاهم يتراجعوا عن مساندتهم في علاقة ب 25 جويلية، وهذه قراءتهم وهم لهم الحق في ذلك. يعني البعد الثاني اللي هو البعد المواطني، أنا يعني شعبية الرئيس حسب المؤشرات اللي نشوفها، يعني إذا كان نحكيه على نسب الآراء ما زالت يعني ما بعدتش برشا على اللي كان موجود، المزاجية الشعبية لسونداج نحكيه من 70 أكثر من 70 تقرب ل 80% إيش، و 70% إلى تقريبا أكثر شيء من 50% كمان، فما 30% اللي مواطنين اللي ما عادش مقتنعين. هذوما اللي سونداج، وهذه المزاجية الشعبية يعني ديما في حالة مد وجزر، لكن اللي لاحظناه في علاقة بالرئيس قيس سعيد ما كانتش يعني الجزر الكبير أو ما إلى ذلك، تطيح شوية بعد ترجع، وهذا يعني النجم نقوله مربوط يعني بانتظارات الناس اللي أنا أكدت نأكد عليه ديما في شخصي وفي علاقة بقراءتي، أنه الانتظارات في علاقة بشعبنا التونسي هي فيما يمس قوته اليومي في علاقة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية، وهي يعني المفتاح لكل الأزمات اللي مرينا بها طيلة العشرية هذه. حكيت فوزي على ربما اليوم الحوارات المغلوطة، إشارة للحوارات اللي كانت موجودة في العشرية الفارطة، اليوم المعارضين لمسار 25 جويلية من الطائف السياسي ولا حتى من منظمات المجتمع المدني، وهابش نجيهم بعد لمسألة الجمعيات، ولكن اليوم من النقاط المشتركة بين مختلف الأطياف السياسية وإلا منظمات المجتمع المدني أنه الحوار المغلوط، لا للحوار المغلوط اللي كان موجود في العشرية اللي فات، ولكن أيضا لا لانعدام الحوار كما موجود في الفترة هذه اللي نشوفها نحن من 25 جويلية. هم يشوفوا اليوم أنه انتقلنا من مرحلة الحوار المغلوط إلى شيء أسوأ اللي هو غياب الحوار كليا. كيفاش تجاوب على هذا؟ شوف أنا هذا النجم نجاوب عليه وقت اللي نحاولوا نرجع شوية في التاريخ ونقدموا قراءة للي عاشته البلاد من 14-17 وما تلاها من أحداث وتحركات احتجاجية وشعبية. اللي صار واللي يعني أنا هذه سردية نتبناها وندافع عليها أكثر من مرة وقلتها أكثر من مرة، أنه اللي صار في علاقة ب يعني حركنا الثوري
انه كان يتحرك من داخل روح عصر جديده صبغتها الثوره التكنولوجيه اللي بدات تولد في تناقضات في العالم ككل، لا فقط في تونس، من بدايه الالفينيات 2002 و2004 و2005 والافرازات للثوره التكنولوجيه والعصر الجديد، البوادر نتاعو منصات التواصل الاجتماعي الى ما كل ذلك، اللي جاء يعني كان ترجمة، لأنه جاء من خارج رحم التنظيمات السياسية الكلاسيكية، خلينا نكونوا أوفياء في قراءتنا للواقع اللي صار من 17-14 والتحركات، أنه ما كانش يعني كما قرينا نحن في الأدبيات الثورية وما إلى ذلك، أنه فما أحزاب طلائعية هي اللي تأطر الجماهير وتقود الحركة الثورية وتمشي بها إلى البعيد وتطور من سقف انتظاراتها وما إلى ذلك، وتمشي بها يعني إلى افتكاك الحكم وإلى السلطة وفق يعني الأرضية اللي تتحرك عليها العباد. اللي صار في تونس كان جديد، وهذا خلينا نقوله أنه كانت فما أشكال جديدة للتنظم، خلينا نكونوا يعني أوفياء للواقع اللي عشناه، كانت فما يعني شبيبة تتحرك من داخل المنصات لمنصات التواصل الاجتماعي، وشفنا تأثيرها الكبير وكسرت الحاجز نتاع يعني حاجز اللي كان حاجز التعتيم الإعلامي اللي كان فرضه النظام، نظام بن علي آنذاك، ونجحت أنها توصل الصورة الصحيحة قمع التحركات الاحتجاجية اللي انطلقت في سيدي بوزيد ومنزل بوزيان، ثم انتقلت من بعد للرقاب ثم إلى تالا والمد الجماهيري وما إلى ذلك. هذايا زاد الترجم من بعد وقت لي ليلة 14 شفنا وكأنه يعني المنظومة في حالة يعني في تصورها أني باش تنقذ النظام، أنه بالذهاب إلى بموجب دستور 59 إلى حالة الشغور الرئاسي، ثم يجي سي فؤاد المبزع، ثم حكومة محمد الغنوشي، وهات نفتحوا الباب إلى بقية الطيف السياسي المشاركة فيما يسمى بحكومة إنقاذ وطني وما إلى ذلك. هذا يعني خلينا نكونوا الصراحة، تقريبا جل الطيف السياسي مشى في الخيار هذايا، ما عدا، وهذه أنا حاجة عشتها، الشبيبة اللي كانت مفتفضة في الجهات اللي رفضت الخيار هذايا واللي اختارت أنها تبدع يعني شكل جديد للاحتجاج رغم ضيق حالها وما إلى ذلك، وهي المجموعة اللي انطلقت من منزل بوزيان، لأنه ما ننساوش رمزية منزل بوزيان نهار 24 ديسمبر اللي عرفت سقوط أول شهيد بالرصاص، رصاص النظام اللي هو يعني حسب ما أذكر شهيد شوقي حيدري، ثم يعني قالوا لا مش هذايا اللي نجم يعني يجاوب على تطلعاتنا، نحن نطالبوا برحيل كل النظام ونطالبوا بلحظة تغيير حقيقية وفعلية، ثم خرجوا وحدهم، فماش يعني الحزب او كانت حفويه، كانت يعني كانت مبادره من الشباب، خرجوا ثم حرضوا بقيه الجهات، ثم اللي يحب يترجمها يعني يحاول يقراها فكريا هي وكانه الهامش او الجهات الداخليه تقول اليوم ساسفي با انه المركز هو الذي يتحكم في كل سلطه القرار وهو اللي ياخذ بزمام امورنا في المبادرات وما الى ذلك، ولكن من حقنا ان نكون مشاركين وفاعلين في اتخاذ القرار، خاصة في تلك اللحظة الثورية. وكانت القصبة الأولى، ثم قمعت كما شفنا، ثم كانت الدعوة إلى القصبة الثانية وتطورت شوية، ومن بعد، وهذا خلينا نقول وأنا عشته، لأنه فما الطيف السياسي فما اللي دخل في القصبة وحاول يكون فاعل، وجاءت يعني ببعض المطالب الأخرى، وفيها قراءة كبيرة أنه فما لحظة أخرى زادة يمكن نحن متنسينها، اللي هي النواتات الأولى اللي عشناها من لحظات التنظم لحماية الأحياء، والنونس حماية الأحياء بل أيضا حماية المؤسسات، وأنا عشت هذا أنه كانت فما يعني لحظة ثورية فارقة، للأسف الطيف السياسي ما التقتهاش، أنا في تقديري لأنها كانت خارج يعني كانت خارج جبته، خارج يعني انه يكون هو المهندس الفعلي لذلك، فحبوا يركبوا لها
معناها نختم القراءة، حبوا يركبوا لها الوفق يعني كراريسهم الصفراء وقراءاتهم القديمة، الناس اللي هي باش تقودها واللي هي باش تمشي بها إلى الأمام. وهذا كان عكس ما يطرحه الواقع، وكان عكس حركة المد الجماهيرية. وهذا يعني اللي ترجم بعتلكش في هيئة عياد بن عاشور، ومن أنا نعتبر أنه المسار الخاطئ انطلق من هناك، أنه خلينا الحركة الجماهيرية ذات الصبغة الثورية الحقيقية في الشارع، وقطع والأطياف السياسية هذه قطعت معها ومشات إلى شيء من البناء الفوقي اللي هو ما يتمشاش وحركة الواقع. به ممتاز. القراءة هذه ولا الكونتكستواليزيشن اللي عملتها أنت، وضع الأمور في سياقها، مهمة برشا لبقية الحوار. صرحت أكثر مرة أنه لقائك مع رئيس الجمهورية كان في القصبة الأولى والقصبة الثانية. صحيح. فما مجموعة من التقاطعات بينك وبين الفكر على الأقل اللي يحمل رئيس الجمهورية، خاصة في النقطة هذه، وأنا نحب نتفاعل معك في النقطة هذه فوزي، اللي هي مسألة اليوم البناء الفوقي، وإلا رئيس الجمهورية يعتبر أنه المسار التأسيسي مشيت فيه كريمان الثورة في 14 جانفي هو سرقة للثورة. أنا نحب نرجع معك بناء على هذا الكل لليوم. اليوم بعد سيكونس تاع 25 جويلي رئيس الجمهورية يتخذ الإجراءات الاستثنائية، يعلق العمل للبرلمان بحجة أنه المنظومة اللي كانت موجودة ليست منظومة تمثل ممثلة لإرادة الشعب، وهذا على الأقل من النقاط التقاطع بينك وبين قراءة رئيس الجمهورية. أنا الحقيقة اليوم إذا كان الأحزاب السياسية ما عرفتش تلتقط اللحظة، وهذا السؤال المتعلق بسيكونس هذه من 25 جويلية لليوم، السؤال اللي يطرحوه اليوم الأحزاب السياسية جستمان كيف يحكيه في الشارع ولا في الميديا، أهذا مبرر لإقصاء الأحزاب السياسية؟ أنا ما تحدثتش على إقصاءها اليوم. اللي صاير اليوم على أرض الواقع هو إقصاء. لا لا. يعني اليوم فما اللي يشوفوا إقصاء وله الحق في ذلك، فما ناس يعني قاعدة تبادر وقاعدة قاعدة تتحرك. اليوم فما يعني مسار مشاء في علاقة بقراءة المسألة التشاركية، أنه يعني أنه نستدعاوا الناس أنه يكونوا مشاركين مع الأطياف هذه. اليوم ما فما حتى، سامحني أنا نتبع، فما حتى موجب يخلي الطيف السياسي هذايا أو الناس هذية أنه ما تمشيش في علاقة بالاستشارة الإلكترونية أو الاستشارة المباشرة، وأنه الاستشارة هي التي فرضت عليهم. فاليوم ما هو اليوم اللي حكيته أنا مبكري، يا أنا نكون مهندس فعلي رغم يعني الكم متاع الأخطاء في القراءة اللي حكينا عليهم بكري وما إلى ذلك، يا إما أني نجرمك وأني نكون يعني ضدك كليا، وأني نلقي عليك كل التهم تاع الإقصاء وتاع أنك يعني مش حاسبني في اللعبة. أنت هك موجود اليوم في الفضاء العام وقاعد تنشط، وشفنا يعني أحزاب تتحرك وعملت اجتماعات في بعض الجهات. الأحزاب السياسية كنه الأحزاب السياسية تعرف مليح اللي ليس مجرد النشاط أو قيام بالندوات، اليوم تكون مشاركة في الحكم. نحكيه على إقصاءها، فما محطة انتخابية جاية، فما شكون أقصاها فعليا من المحطة الانتخابية الجاية؟ أقصيت من الحوار في مرحلة مهمة من تاريخ البلاد فوزي، هذا على الأقل هم يعبروا لك. أنا هو يعني فما اليوم رؤية أخرى للمسألة التشاركية، وهما رأوها بمنطقة الأقصاء وما إلى ذلك. هذا يعني رأي يحترم، ولكن أنا هاني قلت لك يعني أنت هاك موجود في البلاد وطرف سياسي وتفاعل، ما فما حتى كيف ذلك فاعل؟ كيف تحكي فاعل؟ كيف إلى أي مدى اليوم ثم تفاعلية للأحزاب السياسية على أرض الواقع تطبيقا على أرض الواقع؟ كيف نشوفوا لسانس دان بارتي بوليتيك ونعرف اللي خطاب حوار نظري ما هبش نرجعوا الأرض الواقع، كيف نشوفوا معنى الحزب السياسي؟ كيف تحكي اليوم معنى الحزب السياسي؟ هو حزب ينشط على أرض الواقع باش يكون مشارك في السلطة ولا معارض؟ شوف ذي نحن قاعدين جامدين يعني حتى في العلوم السياسية أو أيوة. حتى في يعني النظرة لمفهوم التنظم أيوة. واضح ولا أنه شهدت تطور في علاقة ببحثنا على المستوى المسألة البنيوية، وهذا حكاوا عليه برشا الناس، خاصة لأن نذكر هابرماس اللي يحكي برشا على المسألة البنيوية وما إلى ذلك داخل المجتمعات وداخل التنظيمات وداخل وما إلى كل ذلك. اليوم كان فما مثلا ما يسمى بالحركة السياسية، البارتي بوليتيك، الحزب
ثم تطورت شوية أنه على مستوى الهيكلة وعلى مستوى البنية أنه فما هيئة سياسية أو فما ما يسمى يعني باللجنة المركزية للحزب والمركز المطلقة، وهذا شفناها في علاقة بتبني التنظيمات، مثلا التنظيمات الستالينية ما يسمى بذلك والتنظيمات الديمقراطية. بعد جاء في العلوم السياسية ما يسمى ب بعد الحزب جاءت الحركة لموفمون بوليتيك، ومن بعد جاء يعني من آخر ما تحدثوا عليه في علاقة بالعلوم السياسية هو الليموفانس الحراك، أنه نحاول نكسره شوية في علاقة بتبنينا لمفهوم التنظم الشكل العمودي والذهاب داخل التنظيم الحزبي الى شيء من الافقيه وشيء من السوبليس باش يمكن القواعد، وهذا كل ما شفناه الاحزاب السياسيه. اما الاحزاب السياسيه جوستومون الاحزاب السياسيه اللي متشبثه اللي متشبثه بالرؤيه هذه، انه حزب سياسي يا خويا نمشي معك، حزب سياسي كلاسيكي نحط الكلمه ما بين ظفرين، ولو انهم يعتبروا روحهم اللي هم موجودين، ولكن هذا موضوع نقاش اخر. الاحزاب السياسيه هذه اليوم اليس من حقها المشاركه في الحياه السياسيه؟ اليوم تقول لك رئيس الجمهوريه اقصاني، اليوم رئيس الجمهورية لمدة 7 أشهر أو أكثر لم يتحاور معي، وهذه على الأقل هما فما شكون حتى يبني سردية كاملة. نحكي مثلا على حراك مواطنون ضد الانقلاب، واللي هو اونتر بارونتيز هو حراك موفونس مواطنون ضد الانقلاب، اللي يعتبروا أنه اليوم نعيش في انقلاب، ولا فما شكون حتى من قيادين يعتبروا أنهم اليوم مقاومين لسلطة استبداد. والله يعطي مصحة في القراءة هذه، يعني مسألة عنيهم أنا اللي نأكدوا أكثر من مرة، اللي مازال بكري الحقيقة، معنا باش يحكيوا على استبداد وما إلى ذلك. أول مرة أنا نشوف سلطة استبداد، يعني معارضيها يملوا البلاتوات ويكتبوا ويحكيوا ويعبروا يعني عن آرائهم ويمشوا في التعبير إلى الأقصى. هم يقولوا أنه فما تدرج ومرحلية، يعني يعملوا في تجارب ويعملوا، بتعرفوا مليح للمقارنات اللي يعملوها، يعملوها مع النظام السابق نظام بن علي. يقول لك اليوم فما اليوم فما تدريجيا نشوفوا في موقف من المؤسسات الدستورية، نشوفوا في موقف من القضاء، هاو جايين للإعلام. دونك هما يبنيوا قراءاتهم على يعملوا أن باراليل مع النظام السابق اللي صادقوا على بيان 7 نوفمبر والميثاق وما إلى ذلك ومشاو فيه وهكا، ولا شيء مضحك والله بالفعل. حتى في علاقة بالتاريخ فما ما يسمى بالنقد الذاتي. الناس هذية أنا والله العظيم متمني يعني تقدم نقد ذاتي فعلي، خلينا نقولوا يا سيدي في العشرية هذية ما نرجعوش. ما فوز نحكيه على قامات راهو في النضال، نحكيه على سحمة الهامي، سيد أحمد نجيب الشابي، نحكيه على قامات في النضال، في النضال في التاريخ عريق في النضال. يعني اليوم تعتبر أنهم ما عملوش نقدهم الذاتي؟ أنا ما شفتش الحقيقة، نحترم تاريخهم وهذه خياراتهم النضالية، فما حد تشوف هذه الطريق هذايا يمكن كنا معناتها ندوروا في الفلك هذايا كناشطين أو كناس تتحرك، فما حتى واحد راهو عامل مزيه على شعبنا، ولا ما فما حتى واحد مجبول من الخطا، ما فما حتى واحد يعني لانه العمل السياسي والعمل النضالي هو عمل بشري، يعني فيه الخطا وفيه الصواب. الناس هذه اخطات في حق البلاد، يعني كي نحكيو من بكري راهو اخطات في حق حلم كامل. راه وقت اللي تحكي على خطا اليوم بعد العشرية هذه انا نعتبره خطا معناتها اكبر من 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 الخطا اللي حكيت من بكري على ميثاق 7 نوفمبر واللي صححوا فيه اللي كنت سميت فيه اللي كنت سميت فيه توا فيما اخطا بالارقام. لا لا باش نحكيو بالارقام. نحن وقت اللي خرجنا في 17-14 خرجنا لسقف اجتماعي كلها بعدت عليه من 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 بعد ولوجها، يعني هيئه عياض بن عاشور والذهاب في المجلس التاسيسي وما الى ذلك. نجيو توا بالارقام، وقت خرجنا في 2011 نسب البطاله قديش؟ فمش واحد منهم اليوم يتحدث عليها. المره فاتت انا خرجت مع واحد منهم في بلاتو يقول لي لا منين جبت هذه ارقام المعهد الوطني للاحصاء. خرجنا بنسب بطاله تناهز يعني ال 12%، اليوم في ال 18% في 2019 تناهز 18%. اليوم وقت اللي خرجنا في للإطاحة بنظام بن علي خرجنا في 2011 بعد ما يعني هرب برأس النظام بنسبة مديونية 40% فاصل. اليوم نسبة المديونية تتجاوز 90%. هذا شكون اللي مسؤول عليه؟ هذا خطأ في حق شعب كامل، وهذا خطأ في حق حلم ثوري نتاع ناس حبت تتغير بالفعل، نتاع ناس حبت تمشي إلى مشهد يعني ديمقراطي تعددي، مشهد فعلي، مشهد يجيب على المسألة التنموية. فما اليوم المشهد هذا، انت حكيت على مشهد ديمقراطي مساش، وهذه نختم بها قبل الفاصل فوزي، نحكيه على مشهد ديمقراطي. نتفاعل معك في النقطة هذه. اليوم فما شكون يشوف انه
اجا نرجعوا لرئاسه الجمهوريه اليوم بصفتها الفاعل السياسي الوحيد. اليوم فما العديد من فضوا من حول رئاسه الجمهوريه، فما شكون كاريما انتقل الى الضفه المقابله. نحكيوا على ناس اللي كانت موجوده مع رئيس الجمهوريه كما سي بطباي مثلا، اللي ولا في مواطنون ضد الانقلاب. فما استقاله مدام نادي عكاش، وهابش نجيك من بعد على الاستقاله هذه، العديد يعني الشخصيات اللي انفضت وكانوا من الدوائر الضيقه رئيس الجمهوريه. هذايا المعارضه اليوم تبني موقفها على هذا، يقول لك اليوم رئيس الجمهوريه لا يستمع حتى الى المقربين لي. اليس في هذا نوع والا جزء من الوجاهه في الراي هذا؟ بالنسبه لي انا اللي يعنيني اكثر هو الخطوات اللي مرسومه في الظرف الاستثنائي اللي دخلنا له اليوم، اللي هو يعني نزيد نترجمه اكثر باعتبار مرحله انتقاليه جديده. الفي دي روت اللي محطوطه، الانتخابات والمواعيد اللي جايه في علاقه ب تلك سواء الاستفتاء الشعبي تلك سواء الانتخابات التشريعيه للذهاب الى مشهد يعني مؤسساتي دائم يضمن ديمومة المؤسسات. والأهم كما حكيت أنا بكري أنه يكون مبني على قراءة نقدية للعشرة هذه. القراءة النقدية هذه هي اللي تنجم تعطينا الحلول للقدم. حكيت على الاستشارة ها، وباش نرجعوا لها الاستشارة ما فقط نستسمحك نخرجوا فاصل صغير. فوزي دعاس الناشط السياسي، خليكم معنا هنا راجعين. Club Express. عسلامة ومرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل. نرجعو لكم باخر تطورات التوقعات الجويه لغدوه الصباح 1 مارس 2022. الطقس باش يكون ممطر في اغلب الجهات مع رياح قويه، وتتراوح درجه الحراره بين درجه و16 درجه. في تونس باش تكون الحراره بين 6 و15 درجه، وفي صفاقس بين 9 و15 درجه. بالنسبه للرياح متوسطه القوه اقصاها 53 كيلومتر في الساعه في قبلي. هذه كانت اخر تحينات حاله الطقس حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. الانترفيو دو كلوب 7 دقيقة على اكسبريس اف ام. هذه كلوب اكسبريس، مازلنا مواصلين معكم في الانترفيو دو كلوب. ثاني حواراتنا مع سي فوزي الدعاس الناشط السياسي. فوزي مرحبا بك من جديد. بيك عشق ومرحبا بكل المستمعين. شكرا لك على قبول الدعوه مره اخرى. سي فوزي نحكيو على الاستشاره وخريطة الطريق. انت اشرت الى خريطة الطريق اللي حكى عليها رئيس الجمهوريه واللي مشى فيها اليوم. كيف نحكيو على الاستشاره؟ قبل ما نتفاعل معك على مساله الاستشاره، نحب نتفاعل معك في نقطه اخرى اليوم باش نختموا الشابيتر نتاع الحوار اليوم. العديد يعتبروا انه الحوار ما بين رئيس الجمهوريه والمنظمات الوطنيه والاحزاب السياسيه ضروري جوستومون لانجاح المرحله هذه. وفما حتى احزاب مسانده لرئيس الجمهوريه، مسانده لمسار 25 جويلية، اليوم بدات تعدل الموقف نتاعها نتيجه لعدم اصغاء رئيس الجمهوريه كما يعتبرهم. ولا خير باش نسمعك تو ان ليما، باش نسمعك تصريح السينابي الحاجي السيد المخرج. تو يسمحوا لنا تصريح السينابي الحاجي، نشوفوه كان حاضر ولا لا بعد شويه. وين السينابي الحاجي يعمل قراءه يقول انه الحوار هذا راهو مش مجرد انه نتجاوزوه ونمشيو في خريطه الطريق ورئيس الجمهوريه يمشي منفرد. الحوار هذا راهو ضروري على خاطر رئيس الجمهوريه ربما، ونسالك شرب السلكاسك نتاعك فوزي كنت نجم فوالا. الحوار هذا يشوف انه ربما ينحي اذا كان ما يمشيش رئيس الجمهوريه في الحوار ربما يتنحى عن منصبه. نسمع على حال البلاد كيما الناس كل راهو، ما انا ما نتصورش لا مسؤول في الحكومه لا معارض لا اعلامي لا مجتمع مدني يقول لك بلاد ماشيه في اثنين صحيح. دونك ما تنجمش تواصل. وانا قلتها القيس سعيد نصيحه لوجه الله، كان تحب تقعد رئيس بدل اثنين. اش معناه؟ يعني هكا هكا في اثنين ماشيين فيها لن يبقى على راس الدوله التونسيه. واضح كان هذا سي نبيل حاج. عن ذكر مع زميلتنا خلود مبروك في إذاعة إي إف إم، يعتبر أنه رئيس الجمهورية إذا كان ماهوش باش يبدل الطريق، يعني في إشارة لخريطة الطريق وفي إشارة كاريمون للاتيتود اللي عند رئاسة الجمهورية من المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية، لن يبقى على رأس الدولة التونسية. ولأن الظاهر أنه فما إشارة أنه عسر تمام مش يكون فما غضب من الشعب لتردي الأوضاع الاقتصادية، ولكن أيضا مش يكون فما ثورة ما بين ظفرين من الأحزاب السياسية اللي ربما تضيق الخناق على رئيس الجمهورية. شنو رأيك في القراءة هذه؟ أنا في باليش اللي سي نبيل الحاجي نطق رسمي باسم الشعب، ومعناتها يعني قدم في قراءة هو فاعل سياسي، هو قيادي بالتيار الديمقراطي. لا نحترمه وأنا شخص وما إلى ذلك، كما يعني قراءة خاطئة كليا. كيف ذلك؟ تقديري يعني قراءة خاطئة يعني اليوم، أو كنت نسمع معناتها
يحكي على المنظمات الوطنيه. اخي كنا نذكروا درني رمولي كان فما لقاء ما بين الاتحاد العام التونسي للشغل في شخص امينه العام. هو ما يحكيش كان على المنظمات الوطنيه كهو سيفود، يحكي على الحوار ويحكي على خريطه الطريق، يعني يحكي على مارشاريا اللي لازم يعملها رئيس الجمهوريه. ورفضوا من الاول راهو خريطه الطريق هذه، ورفضوا كل الخيارات ويعني وكرسوا كل جهودهم لي يعني تعطيل المساله هذه بتلك سوا يعني بدعوه الناس لعدم الانخراط في المسار هذايا الى يعني تجريم المسار هذايا بشتى الوسائل والسبل هذايا يعني كنا لمسناه ولهم الحق في ذلك رايهم ونحترموه تسكتي فيه معناها وهذايا ما قلنا فيه ما توصل معناها تقدم الناس هذه اذا كان جات عندها قراءه صحيحه راهي ما هزتناش في ثنيه غلطه من 2011 اذا كان جات عندها قراءه صحيحه راو يعني ما مشيناش في 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 خيارات كل مره يمشي وفي خيار وندخلوا في ائتلاف حكومي ومن بعد لا راو نحن تحاورنا مع الجماعه هذوما في علاقه بكذا لكن ما صارش ومن بعد هي رانا خرجنا تيروا اللي صار في العشريه هذه مضحك يعني مضحك بشكل كبير يعني ما ذكرني قداش من وزير تعدى علينا يظهر لي ما يناسب 500 حش كيف هناك معناها على 12 مليون وتسعه رؤساء حكومات ولا يعني حتى مفهوم الاستقرار الحكومي ابار خلينا نحكي قبل ما نحكيه على الخيارات في علاقه بالنظام السياسي اللي تبناه وما الى كل ذلك يعني حتى مفهوم الاستقرار الحكومي ما وصلنا لوش اما اليوم في ظل الاوضاع هذه المترديه ولو كونستا اللي تعملوا انت على العشريه اللي فات رئيس الجمهوريه هل يقدم بديل؟ كيف تحكي لي على خريطه الطريق اليوم نحكيه على خريطه الطريق اللي فيها استشاره الى حد الان تقريبا 200 الف مواطن وبشهاده اليوم نحكيه بشهاده وزير الشباب والرياضه سي كمال دقيش اللي يعتبر انه اليوم فما إشكالية في الاستشارة هذه ومن مجموعة الإشكاليات الموجودة على خاطر ما كانتش فما تغطية بتاع انترنت رئيس الجمهورية يحكي على تعطيل من طرف المعارضين الناس اللي دعات إلى مقاطعة الاستشارة البعض انت حكيت على أنه خطاب مضحك متاع الأحزاب السياسية والقياديين البعض يعتبر أنه هذه حجاج مضحكة وواهية على خاطر اليوم دليل أنه أول محطة في خارطة الطريق هذه فشلت ورئاسة الجمهورية تتبع سياسة الهروب إلى الأمام ولا تعترف بالفشل هذا الناس هذه ما شافتش يعني رغم النسب المشاركة الضئيلة وما إلى ذلك أنه فما يعني على الأقل ما يناهز 240 ألف تونسي قاعدين يبديوا في رأيهم وينخرطوا في الشأن العام غير كافي أنا في تقديري هني نقولها يعني غير كافي لكن في حد الأدنى في حد الأدنى أنه اليوم فما رؤية تشاركية جديدة رؤية تشاركية البعد المواطني فيها عنده يعني نصيب كبير أما فوزي نحكيه يعني على أنكور إلكتورال تقريبا فيه ملايين نحكيه على ملايين التوينس أنك تحاول تعمل سبر لآراء وتوجهات الشعب التونسي وتبني على استفتاء على مخرجات الاستشارة هذه ونحكيه على تقريبا 240 ألف ولا حتى 300 ألف فما خلل ولهنا الأحزاب السياسية المعارضة لتمشي المسار 25 جولة وللخريطة الطريق هذه يبدو أنه في النقطة هذه فما وجهها في رأيهم يعني أنا نعاود اللي قلته لك يعني رغم يعني اليوم الإقبال اللي هو وصل 240 ألف اللي هو إقبال ضعيف لكن أنا نعتبر أنه وموا يعني فما رؤية تشاركية جديدة ترسخت في أذهان الناس بخطى بطيئة بنسب مشاركة يعني ما زالت ما وصلتش بآراء اللي يعني كانت يعني مغايرة للمسألة هذه لكن كما نرجع ونقول لك يعني أنا اللي مصر عليه أنه اليوم فما تشريك مواطني انا اللي يهمني انه خرجنا من الدائره الضيقه نتاع انه يعني مجموعه من الاطراف هي اللي تحدد دون ان يكون لها يعني يعني من المجال او البعد التمثيلي الفعلي عبر اليه الانتخاب باش تحكي باسم الناس اليوم فما مباشرتية فما رؤية تشاركية هذايا اللي أنا فما رغبة يهمني فما رغبة. رغبة ولكن تعرف فوزي ما نيل المطالب بالتمني يعني اليوم رئيس الجمهورية على ربما النوايا الطيبة أنه يكون فما رؤية تشاركية وغيره لكن هل العدد الضئيل هذا وضعف الإقبال هذا
تقدير موقف خاطئ من رئيس الجمهورية اليوم انه مشاه في الاتجاه هذا دون ان يعرف انه فما اشكاليات من مثل تغطية الانترنت، مثل المعارضين اللي اوتوماتيكمون باش يدعوا الى مقاطعة الاستشارة. لماذا لم ياخذ رئيس الجمهورية هذا الكل بعين الاعتبار قبل الانطلاق في خارطة الطريق؟ اخطأ رئيس الجمهورية في هذا؟ فما سوء تقدير للموقف؟ لا انا ما نعتبروش خطا. اذا كما حكيت بكري يعني انا ما لانه العمل السياسي دائما ما يكون عمل بشري، انه الفكره طيبه وطيبه جدا ان نمشيو في بعد تشاركي جديد في بعد تشاركي ذو رؤيه مواطنيه، يعني انه نشاركوا المواطنين، وهذا يعني حدث مسبوق وحاجه يعني جديده انه تخرج بينا من دائره الفعل السياسي الضيق اللي عشناه. نسبة المشاركة وما كانتش إلى حد الآن يعني كما كنا نحكيه ضعيفة نوعا ما. إن شاء الله يعني من هنا لما زالوا 15 يوم هكا ولا أي، ولكن ما زلنا بعد برشرة. نذكر لتصريح الوزير أنا كان زوز ملايين، نحكي على زوز ملايين هو التصريح. أنا مسؤول، أنا في تقديري كي نوصلوا ل 500 ألف 600 ألف سي ديجا يعني في علاقة بأنه نبسطوا في رؤية جديدة للناس. كافي 500 ألف لي لا ما قلتش كافي لبناء رؤية تشاركية وتصور. أنا ما قلتش كافي، أنا قلت أنه إذا كان نعملوا، أنا في تقديري الشخصي هذا أيوة، أنه إذا كان نوصلوا يعني الرقم هذا أنا لنأمل له مليون أو أكثر من المليون، أما كنوصل ل 500 ألف أنه فما رغبة، فما آليات للفعل السياسي جديدة قاعدة تترسخ في أذهان التوانسة، وهذا معناتها محمود. سيامين غالي مدير مركز الكواكب للتحولات الديمقراطية كان في بلاستيك الأسبوع الفارط سي فوزي، واعتبر أنه رئيس يريد وضع يده على حرية الجمعيات، بل أنه الهدف الحقيقي هو جمعيات على المقاس. وقت نشوفوا كلام رئيس الجمهورية عن سن قانون لفرض رقابة على التمويلات الأجنبية، أليست هذه زادة خطوة لضرب المجتمع المدني عبر حرمانه من التمويلات، وبالتالي ترسيخ مرة أخرى للقراءة اللي كنا نتناقش فيها توا، أنه خارطة الطريق هذه اللي كنا نحكيه عليها، الموقف رئاسة الجمهورية من الأحزاب والحوار مع الأحزاب والمنظمة الوطنية، يبدو أنه اليوم المرحلية اللي تحكي عليها المعارضة هذه ماشية وتطبق على أرض الواقع. خلينا نرجع شوية في التاريخ بقى. أيوة مهم. ما كانتش العديد من الأطياف السياسية تحكي على ضبط عمل الجمعيات وفرض رقابة عليه وأنه يعني صار مطية للعديد من الأطراف السياسية. المقصود كان السلطة التنفيذية يا فوزي. سمحني خليني نكمل. تفضل. ما حكاوش على القانون الانتخابي والهنات اللي فيه، وهذا من 2018 والحوارات اللي تحلت انه القانون الانتخابي يلزم يتصلح ويلزمنا نمشيه يعني في علاقه بقانون هذا كان موجود قبل 2019 ولا قبل حتى الانتخابات الرئاسيه. ما كانتش العباد تحكي على انه النظام السياسي هذا يستوجب التعديل. ما كانتش تحكي عليه. كان موجود كان موجود اي. اليوم كي بدات يعني خطوات فعليه ما انا ما بنبقى بهت يعني ما علاش هذا كليك دائما ما يسوقوا له بالاستبداد. يا اخي ما فماش جمعيات يعني جمعيات كانت مسؤوله على تسفير شبابنا لبؤر التوتر نظرا لغياب المساله الرقابيه. يا اخي العمل الجمعياتي ما شفناش منه يعني تمويل لاحزاب بعينها، والناس شكات عليه شكات منه، واطراف سياسيه تكلمت عليه. صحيح هذا صحيح. حتى سي امين غالي اليوم وقت اللي نمشيو وقت اللي نمشيو في سن قانون يعني يضبط العمل الجمعياتي ويضبط الرقابة عليه ويمنع يعني التمويل المشبوه إلا بمسائل مضبوطة وما إلى ذلك. كنا نبداو يعني نحكيه على انه هذا يمهد للاستبداد. يا اخي مش ناقشناك بل فقط نذكر انه نحكيه على المرسوم 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات. راهو اليوم اغلب المنظمات اللي نعاود نذكر نحكيو على جمعيه النساء الديمقراطيات، نحكيو على مركز الكواكب وغيرهم، جمعيه بيتي وغيرهم من المنظمات الاخرى اللي صحوا بيان مشترك يدينوا فيه التوجه هذا اللي يمشي فيه رئيس الجمهوريه. نعاود نذكر له يعملوا نفس الكونستا اللي انت تعمله ربما في علاقه بالتمويلات المشبوهه والاحزاب السياسيه لو ميم كونستا. ولكن مره اخرى نعاود نذكر سيامين غالي يشير الى نقطه انه اليوم عمليه الرقابه مطلوبه من الناس الكل. الاشكاليه مش في القانون،
الحل ليس بسن القانون لكن يشير الى نقطة. هو خرج القانون، هو مازال ما خرجش، هو يقول لكم فماش علاش تعمل لنا قانون، القانون موجود. المشكله في هياكل الرقابه اليوم، يحمل الدوله، يحمل السلطه التنفيذيه الاشكال. يقول لكم رئيس الجمهوريه اذا كان يحب يصلح، يصلح الهياكل الموجود للدوله، الهياكل الرقابيه اللي موجوده في الدوله. القانون كما تم سنه، كما هو موجود عن ذكر المرسوم 88 متعلق بالجمعيات، يعملوا نفس الكونستا اللي تعملوه انتم، ولكن على مستوى هياكل الرقابه مره اخرى. هم يشوفوا اللي فما الضعف، وهذا من مسؤوليه السلطه التنفيذيه. دونك الحل اللي قدمه رئيس الجمهوريه، ومن هنا يقراه، هم يقول لك اليوم هذا حل، هذا حل يقدمه رئيس الجمهوريه لوضع اليد على حريه الجمعيات والتمويل. انا ما نتصورش الحقيقه، ما نعرف، مساله مش بالتصور. لا لا لا، مش بالتصور. انا نعرف الشخص، في شخص رئيس الجمهوريه، وهذا حكيت عليه اكثر من مره، انه معناتها انه هو معناها قالوا حتى في بروكسل، الرجل ليس بمشروع مستبد، الرجل ليس بمشروع دكتاتور، هو حامل لرؤيه يشوف فيها يعني البحث عن فرض دولة القانون والمؤسسات وعلوية القانون وما إلى ذلك. هذا يعني أنه نشوفه أنا في تقديري المرسوم اللي بيش يخرج، القانون اللي بيش يخرج، ومن بعد ليكش نحكم عليه. أما أنه نقوله كان فما 88 ومن بعد لا، الهياكل الرقابية ما خدمتش وما إلى ذلك. ما تعرف اللي ديما الجانب، المشكله مش في الجانب التشريعي. يعني اليوم في تونس احنا عندنا اقوى القوانين الموجوده في مختلف المجالات، ومنهم مثلا مسالك التوزيع اللي حكى عليها رئيس الجمهوريه. الاشكاليه لا تكمن في الجانب التشريعي، وهذه قراءه موجوده سي فوزي. يقول لك اليوم الاشكاليه تكمن في الهياكل الرقابيه، لو وفرت لها الجانب اللوجيستي. يعني نحكيه على لهنا، نحكيه على مسؤوليه السلطه التنفيذيه. هم بالعكس خطاب الجمعيات اليوم يلقي باللوم على رئيس الجمهوريه، على خاطر هو عنده السلطه التنفيذيه، واذا كان يحب الحق يراقب الجمعيات، يراقبها بهياكل الرقابه، مش بتغيير قانون يضيق الخناق على الجمعيات. هو اللي تحدث عليه رئيس الجمهوريه هو معضله التمويل والتمويلات المشبوهه وما الى ذلك، واللي تنجم يعني تاثر على المناخ السياسي الموجود في البلاد، وهذا اللي لمسناه. انا نتصور يعني مش متغافلين على المساله هذه، او يعني مش فاهمينها. انا نتصور انه نشوف مرسوم او مشروع على القانون اللي يضبط المساله هذه، وعلى ضوءه هو يعني نجم نعطيه ارائنا وما الى ذلك. باه، حكيت بك على هابرماس الحقيقه، مش نحكي لك على مونتسكيو في كتاب دو ليسبري دي لوا، روح القوانين، كان نجم نترجمها هكا، عام 1748 حكى على الفصل بين السلطات، وكتب قال لي لو بوفوار اغيت لو بوفوار، السلطه هي التي توقف السلطه. برشا اليوم رئيس الجمهوريه يعتبروا بجمعه للسلطه التنفيذيه والتشريعيه وحل تركيبه المساله على القضاء، زاد ضع اليد على السلطه القضائيه، هذا ضرب في الصميم لدوله القانون والمؤسسات، وهذا يتعارض مع خطاب رئيس الجمهوريه. شنو رايك في القراءه اللي تقول لي خطاب رئيس الجمهوريه يمشي في اتجاه احترام القانون واحترام الدستور، ولكن على ارض الواقع فعليا هو يهدم عن طريق المراسيم، يهدم مكتسبات الدوله الحديثه، فمش كون حتى يرجع الى الدوله البرجيبيه، يحكي على مكتسبات الدوله الحديثه، رئيس الجمهوريه اليوم يهدمها بالمراسيم. والله انا ما شفتش يعني لحظه هدم كما اللي عشناها في العشريه اللي مرينا بها في تونس. اليوم خلينا يعني كما حكينا من بكري انه فما هنات في المشهد السياسي وفي يعني الهيئات اللي عشناها في العشريه هذه. اليوم الهنات هذه تستوجب منا الاصلاح. اليوم دخلنا في فترة استثنائية، هي حالة الاستثناء من بعد 25 جويلية، المراسيم اللي خرجت 117 اللي هما يعني يعتمدوا عليه في علاقة بالسلطة التنفيذية وما إلى ذلك، اللي برشا يعتبروه ماهوش شرعي على فكرة، يعتبروا انه سلطة انقلاب، رايهم ونحترموه. ومش هذا برك، يعني تعرف لي فما تبعات لها. يعني كنت نحكيو على ميساج، بعدين اشرت للنقطة هذه، ما كنت مأجلها الحقيقة، لأنك اشرت لها اليوم. زاد كناشط سياسي اليوم نحب ناخذ رأيك سي فوزي، دعت اليوم كيف مدونين يحالوا على محاكم عسكرية، كيف عميد أسبق للمحامين وهو كان في بلاستيك لهنا سي عبد الرزاق الكيلاني يحال على محكمة عسكرية بسبب آرائه، هذا الكل كيفاش تقراه أنت؟ هذوما ماهمش دي بريميس نتاع دولة متسلطة، نتاع سلطة، نتاع استبداد، كيفاش تقراه أنت هذا؟ وين هما من الاصلاحات في العشريه اللي مرت خاصه في علاقه بالسلك القضائي، خاصه بمنظومه القوانين هذه اللي كانوا يعني يستندوا لها في علاقه بضرب خصومهم السياسيين؟ يبرر هذا ما يحصل اليوم؟ لا مش يبرر يا ضياء، انا حكيت لك من بكري اللي انا اليوم انا في شخصي انا حكيتها مره في بلاتو، قلت لهم اذا ما تحول
قيس سعيد إلى الدكتاتور فسأكون من أول معارضيه. أنا لا أرى في مشروع الرجل أنه مشروع دكتاتور. شنو الضمانات؟ هي مرحلة استثنائية اللي لاحظناه اللي جميع المؤسسات ضربت في العشرية هذه ودخلتها منطقة الزبونية ومنطقة الغنيمة ومنطقة يعني القسمة السياسية وما إلى ذلك. اليوم أنت وقت اللي تحكي على السلطة التشريعية كنا شفنا البرلمان الأرخبيلي اللي كنا عايشين فيه والمشاهد الكاريكاتورية اللي وصلنا لها. يا أخي هما نواب قبل 25 جويلية يحكيوا على بعضهم كيفاش فلان عرض علي 150 مليون وفلان سجلته وفلان جاء قال لي ها فما طرف باش نمشي يعني معاه. ما تقلتش هذه في بلاتوات. هل هذا يبرر يعني ما نحن نعيشه اليوم؟ هذا هو سؤالي. أنا قلت لك اليوم هي مرحلة استثنائية. هي مرحلة استثنائية هذا يبرر أنه الناس تتحبس. ناس اليوم الناس تتعدى على المحاكم العسكرية. أنا مانيش مبرر. على الأقل موقفك أنت من هذا. اللي أجرم هو يعني يحاكم محاكمة عادلة وتوفر له كل السبل للمحاكمة العادلة. وله الحق في هم ذلك. هم يشوفوا انه لا تتوفر شروط المحاكمه العادله. كيفاش تقرا انت الراي هذا؟ لا تتوفر. كنت تحكي على متهم كان موجود في بلاتو. يا اخي سينفذ في المارس من المحكمه العسكريه بسبب ارائه. عمل المحاكم الشعبيه قيس سعيد اليوم شنو اللي يحكيوا فيه يعني؟ اليوم راهو فما بموجب مجله القوانين اللي عندنا راهو فما تهم ينظر فيها القضاء العسكري. شنو تحب تعمل معناها اليوم؟ هذا هو الجسم القانوني اللي كان موجود يعني عندك اليوم يلزم تمشي الى 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 ما بعد. انا اللي يهمني ما بعد مرحله الاستثناء هذه. ولكن مرحله الاستثناء توفى في ديسمبر اونترتون فما دي دروا اليوم فما اليوم يعتبروا انه شكون الحقوق نتاعهم انتهكت. نعطيك مثال مثلا المدونين عميد المحامين نحكي على سينو الدين يعني اليوم نعطيك اكزامبل محاكمه الراي انا ضدها راهو يعني اليوم انت تدين مثلا عمليه ايقاف نور الدين البحيري اللي هيومن رايتس واتش وامنستي انترناسيونال منظمه دوليه تدين عمليه طريقه الايقاف تعتبروا انا ما نجمش نحكم الا ما نعرف جل تتبعات القضيه نتاع نور الدين البحيري. الادانه من عدمها هذه مساله قضائيه يحكم فيها القضاء مانيش نحكم فيها انا او اي شخص اخر. انا لو تسالني سياسيا نقول لك ادينه سياسيا. نحكي لهنا قانونيا من الجانب القانوني. انا قلت لك انا لو تسالني على الادانه السياسيه انا قدمتها بكري لجل الطيف السياسي اللي يعني حرف مساله اللي هرب بمسار ثوره كامله اللي حاول يعني يحولها الى منطق الغنيمه بمنطق الغنيمه للسلطه. اما قانونيا هذه تنظر فيها يعني ينظر فيها القضاء. اما خلينا نرجع حتى كي نقولوا الادانه السياسيه راهي ماهيش هينا. وقت اللي تجي تضرب انت مرفق العداله خلينا نحكيوا الناس كليك تلت العشريه هذه كانت تحكي على قضاء البحيري كانت تحكي على ممارسات كانت تصير يعني بشكل مهم. حتى هذا يتطلب زاد ادله اللي صار زاد في علاقه بفضيحه الدوله وتسليم البغدادي المحمودي والصفقه في 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 في, في, في الحقبه هذيك راه موش هين. اما فوزي لماذا ديما تصر على المقارنه بين ما حصل في العشريه الفارطه وما يحصل اليوم منذ 25 جويلية؟ العشريه الفارطه ادميتون لي لو كونستا اللي تعملوا انت انه عشريه فيها العديد من المخالفات ولكن اليوم تاريخ ضياء انا في شخصي انت مش تحرك خارج التاريخ ولكن انت تعمل كونستا على العشريه اللي فات. اليوم الحكم على الفتره اللي فيها رئيس الجمهوريه وكما حكيت انت في اجراءات استثنائيه اين اخطا رئيس الجمهوريه؟ يبدو انه تشاطر رئيس الجمهوريه في 100% في الخطوات اللي عمل. لم يخطئ رئيس الجمهوريه وانت كنت تحكي على انه اي فعل سياسي هو فعل بشري بالضروره وفيه اخطاء. اين اخطا رئيس الجمهوريه في السبع اشهر اللي فاتوا؟ في السبع اشهر اللي فاتوا ان نعتبر انه المسار نتاع اللي بدا من 25 جويليه ما فيهش يعني هامش خطا كبير. انا في شخصي قدمت قبل 25 جويليه يعني زوز نصوص وانقدت يعني انه مؤسسه رئاسه الجمهوريه في علاقه بالمساله الاتصاليه في علاقه بكذا وقدمت رايي في شكل قراءه نقديه وما الى ذلك. اما اليوم من بعد 25 جويليه من بعد المسار اللي دخلنا فيه انا نخير انه نتحلى بالصبر. انا نتخير انه المحطات هذه نحاول نكون فاعل فيها مواطنين نحاول نكون فاعل فيها مع الناس نحاول انه ننجحها للذهاب الى مؤسسات دائمه ومن بعد يعني نجموا نحكم معناها انت اليوم فوزي دعاسه الناشط السياسي تعتبر انه اليوم من 25 جويلية اليوم هامش الخطا تقريبا منعدم في الاجراءات والخطوات اللي اتخذهم رئيس الجمهوريه تقريبا به واضح. عندك كواليس القصر؟ لا ما عندكش كواليس القصر.
شنو رايك في القراءه اللي تقول انه بعد الاستقاله تاع مدام نادي عكاشه صار حديث على انه فما صراع اجنحه في القصر؟ ذكرنا وانت حكيت على عشريه، فما شكون حتى عمل مقارنات بعهد بن علي يحكي على صراعات اجنحه داخل القصر، وحكي على وزير داخلية. انا من قبل حتى الناس اللي تعرفني انا مانيش من هواة منطقه التسريبات وقالوا اجنحه لا، ما كان هذا مبني في جزء منه. تعرف اللي يعني مدام نادي عكاشه كتبت تدوينة قالت خلافات جوهريه مع رئيس الجمهوريه. هي تنجم تجاوب على المسألة هذه. أنا لاني محيط بكواليس القصر، أنا قلتها لكن أكيد عندك قراءة. أنا قلتها أكثر من مرة اللي أنا مكتفي يعني ببعدي المواطني كناشط في احترام تام للمؤسسات وعلى رأس مؤسسة رئاسة الجمهورية. المسائل هذه أنا غير محيط علم بها باش نجم نجاوب على شنو. ولكن أكيد عندك قراءة اليوم كيف نشوفه مدام نادي عكاش اللي كانت لصيق لرئيس الجمهوريه في مختلف، مشيت مع حتى الثكنات، شفنا برشا حديث على دور مدام نادي عكاشه كرئيسه الديوان الرئاسي، تكتب تدوينه بعد الاستقاله تقول لي خلافات جوهريه. شنو تنجم تكون الخلافات الجوهريه هذه كقراءه انت اليوم كناشط تقرا في الراي في الشان العام؟ هي تجاوب عليها، ما نجمش نكتبوا هكاك. انت ما عندكش اجابه. تجاوب عليها ما تنجمش منطق القراءه. سامحني على الاقل القراءات اللي القراءات اللي كنت حكيت عليهم انه نجم تجاوب عليها، مش انا، انا مش لهنا يعني كناطق رسمي باسم ايا كان يعني. لا لا هي اللي كتبت الشيء هذا وهي اللي تجاوب عليه. وكما حكيت لك من بكري لاني من هواة التسريبات، لاني من هواة اللي تكتب على الفيسبوك، وشفت برشا حاجات في علاقة بالعمل السياسي. أنا في احترام تام للناس وخاصة في علاقة بالمسألة الذاتية وما إلى ذلك. به نحكي شوية على الرؤية الاقتصادية لرئيس الجمهورية، بأنك أنت حكيت على اليوم الأولويات الاجتماعية والاقتصادية في اللحظة الثورية اللي تعتبر أنت، ونعاود نذكر اللي تعتبر اليوم أنه وانا طرحت عليك سؤال قلت لي لحظه 14 جانفي تعتبرها لحظه تاسيس غادي من سرقت بالحق المطالب، والسياسي خذ الاولويه على المطالب الاجتماعيه. اليوم زاد فما قراءه اخرى للناس المناهضه لمسار 25 جويليه، تعتبر انه رئيس الجمهوريه من الاول كان فما نوع من لوفوري، كان فما تعويل على الدول الشقيقه والصديقه، كنا نحكيه على امك صنيفه، كنا نحكيه على تفكير خارج الاطر، ضيعنا برشا وقت. اللي نحكي لك فوزي على اراء مختصين في الاقتصاد يقول ضيعنا برشا وقت توسا بور سا باش نرجعوا في الاخر نتفاوضوا مع صندوق النقد الدولي وظهرنا للحيط. اخطا في هذه رئيس الجمهوريه انه ما توجهش ديريكتومون الى صندوق النقد الدولي، وخلانا الى اخر لحظه فمش كون حتى يحكي على انه المفاوضات اللي تصير اليوم ونذكروا في 22 فيفري ما زلنا ما نعرفوش شنو المفاوضات هذه باش تهزنا، ما زلنا ما نعرفوش زاده هل تم استشاره الاتحاد العام التونسي والشغل والا لا. هذا الكل المتسبب فيه هما يعتبروا الناس اللي غير مقتنعين بطرح رئيس الجمهورية يعتبروا انه المسؤول الاول عليه هو رئيس الجمهورية. بون انا مانيش موجود في كيما حكيت بكري في مؤسسة رئاسة الجمهورية باش نعرف اسك المفاوضات بدات من قبل اسك بدات توا، لكن انا اللي وزيرة المالية هي اللي صرحت يعني على المفاوضات. اي انا اللي نتذكره مثلا في علاقة بتصريح امك صنافة وما الى ذلك، اللي هو في رد على التصنيف السيادي لما هو اقتصادي وما الى ذلك، واللي هو يعني خلينا نقول هو تصريح في قراءه لمنطق السياده، لمنطق انه لانه زاد ملينا من انه نكونوا ديما بمنطق حتى كي باش نتفاوضوا مع لي فون مونيتير انه روسنا اللوطه، انه يعني نخافوا من المسائل هذه، انه يلزمنا يعني نكونوا يعني كما 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 الطالب ركيك سامحني في الكلمه هذا. يعني انا من الحاجات اللي نطالب انه ولا وقتها مش من اليوم بل من ولا وقتها على مستوى الخطابه كهو يبدا انه خاطر المختصين يقول لك اليوم اذا كان ماشي لصندوق النقد الدولي لماذا اذا يصرح رئيس الجمهوريه بهذا؟ مش اليوم باش تبدل، انت عندك يعني ارتباطات مكش مسؤول عليها من اليوم، انما هي هذه يعني مفهوم الدولة وتواصل الدولة في علاقة بالتزاماتها مع الأطراف الأخرى. اليوم أنه فما شيء من التأخير ممكن هذا يعني علاش لا؟ يعني هامش الخطأ موجود. يعني قلت لك أنا هامش الخطأ موجود. إيه يعني فما الآن الأهم أنه كيفاش باش نمشيو اليوم؟ شنو هي الرؤى اللي عندنا باش نخرجوا من الأزمة هذه؟ اللي يهمني بالفعل أنه كي باش نمشيو ونتفاوضوا إلى متى؟ شنو هي الرؤيه الاستشرافيه اللي عندنا باش نخرجوا من الازمه نتاع المديونيه هذه؟ هل عندنا تصورات لمناويلنا الاقتصاديه والاجتماعيه
ويعني تصور لمنوال تنموي ذو بعد اجتماعي عنده رئيس الجمهورية تصور ان شاء الله انا مانيش مانيش في مؤسسه الجمهوريه يعني هذا بالتمني هو هو الفاعل السياسي نورمال يطرح الـ 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 البديل نتاعه والشعب هو يعني هو نحكيه ان شاء الله هو يعني ما هو فما غموض في تصريحاته هو في تصريحاته انا نتبع كيف الناس اكثر من مره كان يحكي على انه منحاز الى الخيار الاجتماعي ولو انه هذا ما ظهرش برشا في قانون القانون المالي ما تنجمش تغير في بين ليله وضحاها انا بيدي من قانون الماليه مانيش مقتنع به كليا يعني ونعتبر فيه يعني انه مسائل مشطه لكن انت راك جيت توا 7 أشهر انت جيت في علاقه بقوانين ماليه سبقتك في علاقه بخيارات كانت يعني سبقتك هذا الكل ماكش باش تغيره في 7 أشهر راني قلت لك انا الاهم انه تكون عندنا رؤيه استشرافيه لوين باش نمشي له فيما هو اقتصادي واجتماعي خاصه ما زلت لنا دقيقه تقريبا سي فوزي دعاس على ذكر الناشط السياسي نسالك على موقف رئاسي نعرف نشطح عليك سؤال كناشط سياسي ومراقب للي صاير في البلاد شنو رايك في السياسه الاتصاليه تتبعها رئاسه الجمهوريه ورئاسه الحكومه؟ هذا حكيت عليها اكثر من مره انا ان شاء الله يعني تعدل مثلا تبعت منذ يومين او ثلاثه انه ثم جلسات صارت مع الهيكل الحكومي ونقابه الصحفيين في علاقه بالمساله هذه وفي علاقه يعني بانه تحسين السياسه هذه تحسين يعني هي ما كانتش في المستوى المطلوب انا قلت لك انا تحدثت عليه قبل يعني انا انا لمت عليهم في علاقه بالسياسه الاتصاليه انا ماذا بيها تكون يعني منفتحه اكثر في علاقه بما هو سياسي سياسه اتصاليه واضح تعتبر انه فما ربما يكون فما حوار اكثر والا انفتاح اكثر من طرف رئاسه الجمهوريه على الاحزاب السياسيه رغم الكونستا اللي تعملتي في المستقبل كقراءه استشرافيه يمكن علاش لا يعني انا ما درني يرموا بار اكزومبل انا نتبع في التصريحات فما لقاء صار مع رئيس حزب تونس الامان عبيد البريكي وهذا يتحدث عليه كما حكينا بكري على اللقاء مع الطبوبي فما شكون يعني اذا فما بوادر يعني للشيء هذا واضح باهي باهي شكرا ليك سي فوزي دعاس الناشط السياسي زميلتنا سهيلة الصمعي باش تجي في الاخبار توا تسامحنا الدقيقه اللي خذيناها من عندها عنها كنكون وصلنا لنهايه برنامجنا لليوم شكرا لعلي يا باشا على مستوى الاخراج تقوى مدوني على مستوى الاخراج الرقمي ريم حسناوي على مستوى الاعداد والتنسيق زياب وسالم رافقتكم من وراء الميكرو ذكركم اللي ضيوفنا كانوا سي فوزي دعاس الناشط السياسي وعميد المحامين الاسبق عبد الرزاق الكيلاني تنجموا ترجعوا تسمعوا مختلف حواراتنا بودكاست على سيتنا www.radioexpressfm.com في الامان باي باي